السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامج تصميماتنا. وزي ما تعودنا كل مرة بنجيب تصميم زي اللي في ظهري ده وبنبدأ نتكلم عنه حتة حتة بالتفصيل. التصميم اللي احنا عملناه جبنا النهاردة بلكونة في عمارة مش في بيت كبير، بس حبينا نقول ان الناس كلها اللي عندها بلكونات تقدر تعمل حاجات حلوة فيها، ما تتجاهلش البلكونة خالص. البلكونة بيطلع منها حاجات زي ما انتم شايفين ببساطة بسرعة كده، ونقول الأرضية عبارة عن ايه؟ عبارة عن بورسلين عادي جدا، مراكب سبعات وثمانيات، بس ما يكونش جليز عشان ما يكونش يزحلق او حاجة زي كده، وداخل جواها عبارة عن نجيلة صناعي متقطعة بشكل الباترن اللي انتم شايفينها دي وملزوقه بكلها في الارض. الارضيه دي اللي احنا اعتمدنا عنها في البلكونه دي. نخش على الحيطه، طبعا الحيطه اللي انتم شايفينها دي احنا عاملينها خشب تك. في ناس تقول لك لا انا شايفها بورسلين، اعملها زي ما تحب تعملها، بس دي معموله كده. بس المهم ان الكومباوند اللي انت ساكن فيه او المكان اللي انت ساكن فيه يسمح ان انت تجلد البلكونه بتاعتك بالشكل ده عشان تطلع شكلها جميل وشكلها راقي. لو السقف ما فيهوش اي حاجه عباره عن سبوتات راكبه لطش في السقف، ما فيهوش اي نوع من انواع العبكه. ونخش على الفرش بنوتي، بس في ناس في مصر كتير قوي بتعمل زيه ومتوفر في كل حته في مصر، الفرش الاول دور ما اكتره ان انت تجيب فرش زي ده وتجيب باربيكيو صغيره عشان حبيت تشوي حاجه ولا حاجه تحطها جنبك في البلكونه. ليش الباربيكيو الكبيره تاخد مساحه، في حاجات صغيره موجوده جميله جدا تقدر تستخدمها. بيج بلاك دي الالوان اللي مشغله بيها السبوت اللي فوق دوت، لونه جراي فاتح. الحاجات اللي هي ماشيه مع لون السبوت شويه يميل شويه للون الالمنيوم الموجود في الشباك. الموضوع مش معقد، شويه زرع الوان، شويه بوكسات على الحيطه راكبه فيها زرع طبيعي. بنحاول نخلي النجيله بس هي الصناعي، والزرع اللي محطوط ده طبيعي طبعا بيعرفك شويه ان انت تقعد تسقيه وتاخد بالك منه، بس بالفعل مفيش زرع صناعي حتى الان من وجهه نظري زي الزرع الطبيعي والورد الطبيعي. يا رب تكون حلقه قصيره تكون عجبتكم وتكون مفيده. لو نسيت حاجه اكتبوها تحت الفيديو ارد عليها في اقرب فرصه، وان شاء الله انتظروني في حلقات جايه كتير. شير لايك سبسكرايب، واشوفكم على خير. باي باي.